التحية تأتيكم مشاهدينا من نشرة الأخبار من الإمارات. إلى عناوين هذه النشرة: رئيس الدولة ونائباه يهنئون الدكتور مسعود بازشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الإيرانية. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية القمر المتحدة ورئيس مالاوي بذكرى استقلال بلديهما. وعبد الله بن زايد يهنئ هاتفيا وزير خارجية بريطانيا ويبحثان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين. سفارة الإمارات في روما تهيب بمواطني الدولة توخي الحذر بسبب الثوران البركاني. مركز الفجيرة للبحوث صرح علمي يحتضن العقول الإماراتية المبدعة. إلى التفاصيل. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى الدكتور مسعود بازشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى الدكتور مسعود بازشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتخب. وهنأ صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الإيرانية فخامة الدكتور مسعود بازشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: أهنئ الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الإيرانية فخامة الدكتور مسعود بازشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في خدمة بلاده وتحقيق تطلعات شعبها، وأتطلع للعمل معه لما فيه الخير لبلدينا وشعبينا. كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله فخامة الرئيس المنتخب الدكتور مسعود بازشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: نهنئ فخامة الرئيس المنتخب الدكتور مسعود بازشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة لشعبينا وبلدينا، والعمل معا على تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى فخامة الرئيس عثمان غزالي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور لازاروس شاكويرا رئيس جمهورية ملاوايا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى فخامة الرئيس الدكتور لازاروس شاكويرا. افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش مع هذا برجيل للأورام بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي. افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش معهد برجيل للأورام بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، وأكد معاليه أن دولة الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ملتزمة بتقديم أفضل رعاية صحية وخدمات طبية للجميع، وأضاف: تعتبر رعاية مرضى السرطان في دولة الإمارات من أهم أولوياتنا، ونحن ندرك دائما أن أساس المجتمع المزدهر يكمن في صحة ورفاهية شعبه، وملتزمون بتطوير المعرفة الطبية وضمان أعلى معايير الرعاية الصحية،
وتعد رعاية مرضى السرطان أحد المجالات التي نركز فيها على الطرق الفعالة للتشخيص في أقرب وقت ممكن وتنفيذ العلاجات الأكثر فاعلية. وأكد معاليه أن مواصلة المكافحة المستدامة ضد السرطان عبر إيجاد الحلول لأي تأخير في ترجمة الاكتشافات والابتكارات السريرية للعلاجات المتاحة، خاصة في ضوء التوقعات العامة فيما يتعلق بالوصول الطبي لهذه التقنيات والممارسات الطبية، تزداد ثقة الجمهور في الحصول على خدمات التشخيص والعلاج المتقدمة، وكذلك التوقعات لفرص التعليم والتدريب الطبي. وهذا ما نسعى إليه جميعا، ويعتبر معهد برجيل للأورام PCI هو المركز الرئيسي ضمن شبكة برجيل لرعاية مرضى الأورام والسرطان التي تضم مرافق متخصصة لعلاج الأورام في أبوظبي والعين والظفرة والشارقة ودبي. هنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي ديفيد لامي بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في بريطانيا، وأعرب سموه عن تمنياته لمعالي ديفيد لامي التوفيق والسداد في مهام عمله، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين. وعبر سموه عن تطلعه للعمل مع معاليه من أجل تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما. كما هنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي رونالد لامولا وزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا. وبحث الوزيران خلال اتصال هاتفي علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين. وأعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن تمنياته لمعالي رونالد لامولا بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكدا تطلعه للعمل مع معاليه لتطوير آفاق التعاون الثنائي الداعم في خطط البلدين التنموية وتطلعاتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام. فاصل قصير مشاهدينا ونواصل النشرة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي أمس في مقر المجلس بأبوظبي سعادة ديمترو سينيك السفير فوق العادة والمفوض لأوكرانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد اللقاء على متانة علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز علاقات الصداقة البرلمانية بين الجانبين للدفع قدما بمختلف مجالات التعاون بين البلدين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأشاد اللقاء بجهود دولة الإمارات ونجاحها في الوساطة لتبادل أسرى الحرب بين جمهوريتي أوكرانيا وروسيا الاتحادية، وبالاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وبالمساعدات الإنسانية الإماراتية المقدمة إلى أوكرانيا وإلى مختلف دول العالم، بما أكد على حرص دولة الإمارات على تعزيز الأمن والسلم الدوليين. أهبت سفارة دولة الإمارات في روما بمواطني الدولة المتواجدين في الجمهورية الإيطالية بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الثوران البركاني في جزيرة سفنبولي ومدينة كاتانيا، كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ. وصلت إلى العاصمة أبوظبي الدفعة 18 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان ومرافقيهم من قطاع غزة، والذين سيخضعون للعلاج في مستشفيات الدولة، وذلك تنفيذا لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتقديم العلاج والرعاية الصحية لألف طفل فلسطيني من الجرحى وألف من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة. وقع صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مقر المفوضية في جنيف اتفاقيتين جديدتين، الأولى لتجديد الشراكة بين الجانبين لمدة 3 سنوات بهدف دعم النساء اللاجئات، والثانية لتنفيذ مشروع بقيمة $1 مليون لتقديم مأوى مستدام للاجئين والنازحين داخليا في جمهوريتي بوركينا فاسو وتشاد. وسيستفيد من المشروع نحو 871 عائلة لاجئة ونازحة.
وقع الاتفاقيتين كل من دومينيك هايد مديرة إدارة العلاقات الخارجية في المفوضية وسعادة راشد المنصوري الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضور معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة الدولة رئيسة اللجنة العليا لصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة. لمركز الفجيرة للبحوث دور علمي رائد في تعزيز مكانة العلوم والمعارف في إمارة الفجيرة. بأياد وعقول إماراتية مبدعة تخرج إلى النور أهم وأحدث الابتكارات وبراءات الاختراع من هنا من مركز الفجيرة للبحوث. وجهة علمية فريدة يقصدها الباحث والمخترع والمبتكر من مختلف الفئات الفكرية والعمرية من مختلف دول العالم. نحن الأول في الشرق الأوسط في استعمال الذكاء الاصطناعي مثلا في سباق الهجن. نحن الأول في دولة الإمارات في بحوث علم العسل والنحل. نحن من الأوائل داخل الإمارات في حماية الدلافين. انتم عارفين من في الفجيرة عندنا دلافين كثيرة في منطقة الفجيرة. نحن من أول المراكز اللي نشتغل على المرجان، على حماية المرجان وعلى استرجاع الحياة البحرية. يتألف مركز الفجيرة للبحوث من مختبرات عملاقة ومعامل حديثة وأجهزة بحثية كمختبر العلوم البحرية وآخر لإنتاج العسل من النحل. ويشمل عدة أقسام منها العلوم البحرية، علوم الإبل، علوم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، علوم النحل والعسل، والعلوم البيئية. وعندنا اختراعات كثيرة، عندنا هذه السنة سجلنا ثلاث براءات اختراع، وعندنا ننشر كثير، يعني ننشر في المعدل بين 23 إلى 24 publication، يعني 24 بحث ننشره في جرائد عالمية. منذ افتتاحه برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله، والمركز يحقق ولا يزال العديد من النجاحات والإنجازات من براءات اختراع ونشر العشرات من المقالات العلمية والبحثية. أنا كخولة، كخريجة علوم الأحياء الجزيئية الخلوية، فخورة جداً أن إمارة الفجيرة أتاحت لي الفرصة أني أنا أكون أول باحثة إماراتية تقوم باستعراض ورقة بحثية في مؤتمر عالمي أبي مونديا، وهو مؤتمر نحل عالمي يقام منذ 48 دورة. النقطة اللي حابة أوضحها أن مركز الفجيرة للبحوث مش كأي بيئة عادية نطبق فيها المشاريع ويكون الموظف عمله روتيني، أبداً حاولنا نطلع من إطار هذه الفكرة التكوينية عن أي مجال بحثي. كل هذا وأكثر ساهم في وضع مركز الفجيرة للبحوث على الخريطة العالمية، والذي يشكل نقطة تحول تاريخية في المنطقة، إيماناً بأن تكون الفجيرة واحدة من عواصم العلم والأبحاث للكثير من الأجيال. مركز الفجيرة للبحوث أتاح لي فرصة جدا كبيرة في أني أكون متواجدة في العمل الميداني والعمل في المختبر، وبعد في أن نسوي أبحاث ومشاريع وننشرها في المجلات العالمية. في مشروع جدا مهم ساهمنا فيه على مستوى الدولة، اللي هو أنا وزميلتي شاركنا في مسح تقييم الموارد السمكية في إمارة الفجيرة. إمارة الفجيرة فيها عدة أنواع للدلافين، يمكن أكثر من 14 نوع من الدلافين والحيتان موجودين في الإمارة. هذا يبين أن مياه الفجيرة البحرية It's a healthy environment for حق الدلافين والحيتان، يعني الكائنات البحرية. إنجازات فريدة من نصيب مركز الفجيرة للبحوث، فعلى مدى النهج تستمر الجهود نحو أفق أوسع ليسطر اسم الفجيرة كواحدة من عواصم العلم والأبحاث في العالم. إمارة الفجيرة مختلفة عن باقي الإمارات، لأنها عندها منطقة جبلية، عندها بحر،
وهذه العلاقة بين البحر والجبل هي اللي مهمة داخل إمارات الفجيرة. بتوجيهات قادة إمارة الفجيرة وحكامها أثق، أنا لا أتوقع، أنا أثق أن إمارة الفجيرة راح تكون الحاضنة الأولى للمشاريع البيئية والأفكار البحثية التطبيقية التي تساهم بإذن الله في حل جميع المشاكل البيئية التي تواجهها الإمارة. طبعاً أنا ممتنة أني أنا إماراتية، باحثة إماراتية من إمارة الفجيرة. شاركنا في عدة مؤتمرات على مستوى الإمارة وعلى مستوى الدولة، عرضنا فيها مشاريعنا، وطبعاً هاي كلها حكومة الفجيرة وإمارة الفجيرة هي ساهمت ودعمتنا بشكل كبير فيها. دور محوري ورائد يلعبه هذا المركز منذ افتتاحه وحتى اليوم، والهدف تحقيق استراتيجية الإمارات للابتكار 2071، ولتكون الفجيرة وجهة للباحثين والمخترعين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم. هدى عامر، الأخبار من الإمارات، مركز الفجيرة للبحوث. حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً وعربياً وخليجياً في مؤشر الأداء البيئي لعام 2024 الصادر عن جامعتي يال وكولومبيا. سجل حافل تمتلكه الإمارات في مجال البيئة من مبادرات وقرارات وممارسات بناءة محلياً وعالمياً، وفي إنجاز جديد يضاف إلى سجل الإنجازات البيئية، حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في 5 مؤشرات للأداء البيئي، وهي صرامة الحماية البحرية، الصيد بشباك الجر في القاع، معالجة مياه الصرف الصحي، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وصافي تدفقات الكربون، لتواصل بذلك مسيرتها في تعزيز الاستدامة البيئية. ولتحقق الإمارات بذلك المركز الأول إقليمياً وعربياً وخليجياً في مؤشر الأداء البيئي لعام 2024 الصادر عن جامعتي يال وكولومبيا. وكانت قد كرست دولة الإمارات عام 2023 للاستدامة، حيث أعلنته عام الاستدامة تحت شعار اليوم الغد، الذي تضمن مبادرات وفعاليات وأنشطة متنوعة سلطت الضوء على تراث الدولة الغني في الممارسات المستدامة، وذلك منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه، إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال. قدم صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية مؤخرا 59 منحة لمشاريع كرست جهودها لحماية 25 كائنا حيا من الأنواع المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى أو المعرضة للانقراض. قدم صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية مؤخرا 59 منحة لمشاريع كرست جهودها لحماية 25 كائنا حيا من الأنواع المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى أو المعرضة للانقراض. ووفق الإحصائيات الأخيرة للصندوق، فإن عدد المنح التي قدمها منذ تأسيسه عام 2008 وصل إلى 2801 من المشاريع التي أسهمت في الحفاظ على 1734 نوعا من الكائنات الحية المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى أو المعرضة للانقراض. ويسعى صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية لتمكين الجهود والبرامج المعنية بالحفاظ على الأنواع على الصعيد العالمي، تجسيدا للالتزام الراسخ في إمارة أبوظبي حكومة وشعبا بالحفاظ على التراث الطبيعي. وعلى مدى السنوات 15 الماضية قدم الصندوق منحا لدعم الحفاظ على الأنواع المهددة التي يتم تجاهلها عادة والأنواع الأقل جاذبية، وشمل ذلك منحا للحفاظ على الفطريات واللافقاريات من العديد من الأنواع المختلفة، بالإضافة إلى الثدييات الصغيرة والضفادع والزواحف. وفي غضون السنوات الماضية أصبح صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية إحدى الجهات الرائدة على مستوى العالم في تقديم هذا النوع من المنح المالية المستهدفة حماية الأنواع المهددة بالانقراض، سواء من الثدييات أو الزواحف أو الطيور أو النباتات أو اللافقاريات. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. انطلاق مهرجان الأفلام الكورية 2024 في دولة الإمارات. أهلا بكم من جديد.
أطلق المركز الثقافي الكوري وسفارة جمهورية كوريا لدى الدولة النسخة الثامنة من مهرجان الأفلام الكورية 2024 في أبوظبي ودبي. عشاق السينما والدراما الكورية على موعد مع مهرجان الأفلام الكورية 2024 في إماراتي أبوظبي ودبي على مدار شهر يوليو الجاري الذي أطلقه المركز الثقافي الكوري وسفارة جمهورية كوريا لدى الدولة. ويضم المهرجان 8 أفلام كورية متنوعة مختارة من أفلام الفانتازيا والكوميديا والدراما التاريخية والغموض والموسيقى والأفلام المستقلة. ويستكشف المهرجان هذا العام موضوع الحرية عبر مجموعة متنوعة من الأفلام تعرض قصصاً منوعة من حقب زمنية مختلفة ملبية لجميع الأذواق والأعمار. وحظيت السينما الكورية بتقدير وإعجاب كبيرين من قبل الجمهور الإماراتي، مما يجعل المهرجان فرصة مثالية لمحبي السينما للاستمتاع بهذه القصص السينمائية الفريدة خلال إجازة الصيف. من جانبه هكذا سعادة يو جي سونغ سفير جمهورية كوريا لدى الدولة أن السينما الكورية أصبحت جزءا مهما من الإرث الثقافي الكوري، وأنها تشكل منصة مهمة للتعريف بالثقافة الكورية وما تحمله من قيم إنسانية سامية، وأن المهرجان يحمل العديد من القصص الغنية والمتنوعة للسينما الكورية ويعزز الروابط الثقافية بين كوريا والإمارات. أنجز برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية جاهزية تدريب أكثر من 10,000 طبيب وإداري من خط الدفاع الأول من العاملين الصحيين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة المحلية والاتحادية. أنجز برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية جاهزية تدريب أكثر من 10,000 طبيب وإداري من خط الدفاع الأول من العاملين الصحيين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة المحلية والاتحادية، حيث تم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج أول من أمس، وذلك بهدف تعزيز قدراتهم على المشاركة في عمليات الاستجابة للحوادث الكبرى والطوارئ وضمان جاهزيتهم ومرونتهم للتعامل معها بشكل فعال ووفق منهج موحد ومعتمد دولياً. يأتي ذلك ضمن برنامج التدريب التخصصي لتطوير مهارات الكوادر الوطنية الطبية تطوير الذي أطلقته جاهزية ومدته 10 سنوات على مرحلتين، ويستهدف 20,000 من الأطباء والإداريين العاملين في القطاع، وتنفذه تطوير بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والأبحاث الطبية تدريب واعتماد المجموعة البريطانية لإنقاذ الحياة والمركز الأوروبي لطب الكوارث والكلية الأمريكية للجراحين والمؤسسة الأمريكية للكوارث. وتضمن البرنامج جوانب عدة من أهمها إعداد وتنفيذ تمارين ميدانية لاختبار فعالية التدريب وعملية الاستجابة للحوادث والاستعداد التشغيلي على المستويين الفردي والتنظيمي، فضلا عن توفير برنامج نقل المعرفة وبدعم من جاهزية، وذلك عن طريق اختيار وتثقيف مقدمي الرعاية الصحية لمواصلة البناء على أسس التدريب المقدمة من خلال تحديد وتدريب مدربين. ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الحرس الوطني الشاملة، الإسعاف الوطني يطلق حملة صيف آمن خلك جاهز، وأخبار محلية أخرى من الإمارات في هذا التقرير. أطلق الإسعاف الوطني مبادرة صيف آمن خلك جاهز لرفع الوعي بأهمية الإسعافات الأولية والتدابير الوقائية لمواجهة الطوارئ والإصابات الشائعة خلال فصل الصيف، ويأتي ذلك في إطار المرحلة الأولى من الحملة الشاملة التي أطلقتها قيادة الحرس الوطني مؤخرا لتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة الأمن والسلامة. وتتضمن المبادرة سلسلة من الفيديوهات والمنشورات التثقيفية التي ستنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالحرس الوطني والإسعاف الوطني ووسائل الإعلام، بهدف تزويد الجمهور بإرشادات عامة للتعامل المناسب مع حالات الطوارئ التي قد تطرأ في الصيف، وذلك حتى وصول الفرق الإسعافية المختصة، مما يسهم في تعزيز السلامة العامة. أعلن أبوظبي للتنقل عن وصول عدد الركاب المستفيدين من خدمة الحافلة عند الطلب أبوظبي لينك إلى 1,000,000 راكب منذ انطلاقها في عام 2020، ويواصل أبوظبي للتنقل توفير هذه الخدمة بطلبها عبر تطبيق هاتفي، وهي تتكامل مع شبكة النقل بالحافلات العامة، وتدعم جهوده لتوسيع خدماته وتنويع خيارات التنقل لأفراد المجتمع وتسهيل استفادتهم من خدمات الحافلات العامة. وتشجع الخدمة الزوار والمقيمين على استخدام وسائل النقل الجماعي في تنقلاتهم،
ما يقلل مسافة المشي ووقت الانتظار، ولهذا شهدت الخدمة إقبالا متزايدا لتسهيلها تنقلات السكان وتنويع خيارات التنقل وتعزيز راحة مستخدمي وسائل النقل العام وزيادة ملائمة خدمات النقل الجماعي لاحتياجات الجمهور. أعلنت اللجنة العليا المنظمة للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان صيفنا سعادة تفاصيل النسخة الخامسة من البرنامج، والتي تقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي خلال الفترة من 15 من يوليو الجاري حتى 15 من أغسطس المقبل في 6 مراكز صيفية متنوعة بالإمارة، ويتولى إدارتها كوادر وقيادات وطنية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة في قاعة عجمان إكس بحضور أحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة العليا والدكتورة منى السويدي مستشار برامج ومشاريع في وزارة الثقافة وعلي عمران الشامسي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا وعبد العزيز عبد الله المشرف العام على المراكز والبرامج الصيفية ورؤساء اللجان والأعضاء. مكتب أبو ظبي للاستثمار وقع اتفاقية مساطحة لتطوير مشاريع مجتمعية، وأخبار اقتصادية أخرى في تقريرنا الاقتصادي. يبلغ حجم سوق إدارة الفعاليات في الإمارات نحو 45.6 مليارات درهم في عام 2024 حسب موردر انتليجنس لأبحاث السوق، وتوقع التقرير أن يصل حجم السوق إلى 82 مليار درهم بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.45% خلال الفترة بين 2024-2029. وأكد التقرير أن دولة الإمارات تشتهر بفعالياتها المتقنة التي تجتذب كبار العملاء وكبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم. وقع مكتب أبو ظبي للاستثمار عددا من اتفاقيات مساطحة خلال النسخة الثالثة من جلسات الملتقى مع مدرسة الاتحاد الوطني الخاصة لتطوير مدرسة خاصة بمرافق تعليمية حديثة على مساحة 25 ألف متر مربع في مدينة خليفة في أبو ظبي لاستيعاب ما يصل إلى 3000 طالب. كما شهدت الفعالية الإعلان عن خطط طموحة لإنشاء 3 أسواق مجتمعية رئيسية في مواقع استراتيجية تشمل مدينة الرياض وغياث والشوامخ. يستعد مطار دبي الدولي لاستقبال عدد كبير من المسافرين خلال الفترة من 6 إلى 17 من يوليو الحالي، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي عدد المسافرين المغادرين والقادمين إلى 3.3 ملايين مسافر، بينما من المتوقع أن يصل عدد المسافرين فقط إلى 914 ألف مسافر. ووفق بيان صادر عن مطارات دبي، ستكون ذروة هذا الارتفاع في حركة السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع من 12 إلى 14 من يوليو، حيث من المتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي 840 ألف مسافر، مما يجعل عطلة نهاية الأسبوع الأكثر ازدحاما خلال هذه الفترة. مشاهدين، آخر تطورات التكنولوجيا نتابعها سويا مع زميل شهر جرار. شكرا لك سارة. مشاهدين الكرام، تفاصيل أوفى دعونا نتابع. أعلنت إيند الإمارات إطلاق جو ليرنينج، المنصة التعليمية الإلكترونية المبتكرة والمرتكزة على تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الرقمي وتوفير فرص التعلم المستمر للجميع في الإمارات. وتقدم المنصة أكثر من 10,000 دورة تعليمية متخصصة في مجالات التطوير المهني والشخصي من خلال تعاونها مع المؤسسات التعليمية الكبرى حول العالم. وتوفر المنصة تجربة تعلم متخصصة تلائم الأهداف والأساليب التعليمية المتنوعة من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة. كما يمكن لأي شخص الوصول إلى منصة كوليرنينج من حاسوبه الشخصي أو عبر الهاتف المتحرك للاستمتاع بأكثر من 10,000 دورة وشهادة تعليمية.
أعلنت الحكومة الأسترالية أن البيانات السرية للغاية الصادرة عن وكالة الجيش والاستخبارات في البلاد سيتم تخزينها في خدمة للحوسبة السحابية صممتها خصيصاً شركة أمازون الأمريكية العملاقة في إطار اتفاق بقيمة 1.3 مليار دولار. وأشارت الحكومة الأسترالية إلى أن شركة أمازون ويب سيرفيسز الكيان المسؤول عن إدارة خدمة الحوسبة السحابية لدى أمازون ستصمم سحابة سرية للغاية للوكالات العسكرية والاستخباراتية في البلاد، وستبني أمازون 3 مراكز بيانات في أستراليا. ختام تكنولوجيا، عودة إليك سارة. شكرا لك شاهر، ومشاهدينا أخبارنا مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل. مسعود بزشكان يفوز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. أهلا بكم من جديد. وفي الشأن الدولي، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء أوامر الجيش الإسرائيلي بإجلاء المدنيين من منطقة خان يونس في قطاع غزة، مما أثر على نحو 250 ألف فلسطيني. وذكر بيان مشترك نشره جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ويانيز ليانارسيش مفوض إدارة الأزمات أن هذه الأوامر تهدد أيضا مرضى المستشفى الأوروبي، أحد المستشفيات القليلة المتبقية التي تعمل بشكل جزئي في جنوب غزة. هذا وأكد البيان الأوروبي أن عملية الإخلاء القسري تتسبب في أزمة إنسانية داخل الأزمة القائمة وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، مع نزوح ما يقارب 2 مليون من سكان غزة داخل القطاع. أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في إيران فوز مسعود بزشكان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت أمس بينه وبين المرشح سعيد جليلي. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن محسن إسلامي المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية قوله إن مسعود بزشكان حصل على أكثر من 16 مليون صوت، فيما حصل منافسه سعيد جليلي على أكثر من 13 مليون صوت، حيث بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية إلى 49.8%. رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يواجه صعوبة لإنقاذ حملته للفوز بولاية ثانية الخضوع لتقييم طبي مستقل من شأنه أن يظهر للناخبين استعداداته لولاية أخرى في منصبه، بينما وصف أداءه الكارثي في المناظرة بالحلقة أو الحلقة السيئة. وقال إنه لا توجد مؤشرات على أنه يعاني من مرض خطير. وقال بايدن لجورج ستيفانوبولوس مذيع شبكة ABC الأمريكية في إشارة إلى المهام التي يواجهها يوميا في منصب بالغ الحساسية: انظر، لدي اختبار إدراكي كل يوم، كل يوم أجري اختبارات، كل ما أفعله هو اختبار. ورفض بايدن مرارا إجراء تقييم طبي مستقل من شأنه أن يظهر للناخبين أنه مؤهل لقضاء فترة ولائية أخرى في منصبه. وإلى المملكة المتحدة، في اليوم الأول من رئاسته للوزراء أوقف رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر خطة لترحيل المهاجرين إلى رواندا. فقد أكد مطلعون على شؤون العمال أنه مخطط لحزب المحافظين لترحيل المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا، كان ميتا فعليا بحسب صحيفة تلغراف البريطانية. ومن المقرر أن تكون الهجرة غير الشرعية إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة الجديدة، مع توقع صيفي يشهد عبور القوارب الصغيرة. أعلنت لجنة الأمن القومي في قرغيزستان إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة في البلاد وتنظيم أعمال شغب واعتداءات تؤدي إلى وقوع ضحايا بين المدنيين. هذا ذكر الأمن القرغيزي أنه تم تحييد جميع أفراد المجموعة التي خططت للانقلاب. واعتقلت أجهزة الأمن في قرغيزستان مطلع يونيو الماضي أكثر من 30 مشبوها خططوا للانقلاب على السلطة في البلاد. آخر أخبار رياضة مشاهدينا مع الزميل شهر. شكرا لك سارة. مشاهدينا الكرام، تفاصيل أوفى دعونا نتابع. برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة،
رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية. يشهد مركز هلفيتيا بالقرب من مدينة ساو باولو البرازيلية البطولة السابعة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية لموسم 2024، وتشارك في البطولة التي تعد أولى جولات كأس الإمارات العالمية في أمريكا الجنوبية مجموعة من الخيول العربية من مختلف المزارع في البرازيل بشكل عام وولاية ساو باولو تحديدا، والتي يوجد فيها عدد كبير من الملاك والمنتجين. أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية لترشيح عمر عبد العزيز المرزوقي فارس منتخب الفروسية لقفز الحواجز لرفع علم دولة الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية بنسختها 33 باريس 2024، والمقررة من 26 من يوليو الجاري إلى 11 من أغسطس المقبل. ويشارك المرزوقي البالغ 21 عاما ضمن منتخب الفروسية لقفز الحواجز في المنافسات الأولمبية مطلع الشهر المقبل. وتنطلق بطولة الفرق بتواجد 20 فريقاً تعقبها منافسات الفرد يومي 5 و6 من أغسطس بمشاركة 75 فارساً. تشارك المتسابقة الإماراتية علياء عبد السلام ممثلة فريق 2050 في بطولة النرويج لزوارق الفورميلا 4 التي تقام في الفترة من 2 إلى 4 من أغسطس المقبل. وتختتم علياء مرحلة التجارب في نادي أبوظبي للرياضة البحرية الأسبوع المقبل استعداداً للسفر إلى العاصمة النرويجية أوسلو يوم 25 من يوليو الجاري للمشاركة في البطولة. تأهل منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2024 بعد فوزه أمس على نظيره الألماني مستضيف البطولة بهدفين مقابل هدف بعد التمديد في المباراة التي جمعتهما في الدور ربع النهائي على ملعب ام اتش بي ارينا بمدينة شتوتغارت، وذلك بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1. فيما ابتسمت ركلات الجزاء لفرنسا على حساب البرتغال بنتيجة 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي. وكان جواو فيليكس اللاعب الوحيد الذي أهدر ضربة الترجيح عندما ارتدت من القائم لتلتقي فرنسا مع إسبانيا الثلاثاء في ميونخ. بهذا الخبر مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار من الإمارات، ونشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.